شكون الرات اللي جبته لي؟ خليفة صعب شور. شكون خليفة؟ كل مرة هكا؟ شنو كل مرة واحد لعب بين هالي شور والاخر لعب هالي خليفة؟ شنوين؟ أقل واحد فيهم طوله زوز متر ولا؟ أقعد أقعد مقنعين الله شد بربي طوش تحكي لنا على شورب وصاحبه خليفة. شورب وخليفة؟ هاي طبني نحكي لك على دادة وكلبتها. وين خليفة وين شورب؟ في الحبس مع بعضهم، في السيفيل مع بعضهم، في الحومة مع بعضهم، في البلعة مع بعضهم، في المشاكل مع بعضهم. زي يعملوا مشاكل؟ شنو يعملوا مشاكل؟ ودي مرة عملوا عركة في حومة حرقوها. قلت لك يعرفهم؟ ما يعرفهم بايش هذا كلام. وانت شكون؟ انا شكون؟ باي وانا شكون؟ خلينا شكون تطلعش انت شورب وانا مقنين زين يحتمل؟ لا يا صاحبي تيعني للدب وزاني. انتش شكون دادة وشكون كلبتها؟ الزوز دادة والزوز كلبتها تو لاعبين هالي شورب وخليفة برا. طير برا روح. ماني فاهم شيء يا عارفي والله ماني فاهم شيء. علاش نعملوا فيه الشيء هذا الكل؟ تلانجر يدغر علي ولا يضربه بحديد شيء من انا؟ انت في بالك اللي انا ضربت لانجر على خاطر تغر علي بالحديد؟ ومن عليه قداش عندك تخدم معايا؟ ولا ماني حاسب. قداش من مره لانجر تعدى وسلم عليه؟ ولا ما نتذكر اخر مره عندها برش. صحيت ماشي في باله على خاطر تغر علي جاي اليوم يحير في اسمه ويسلم عليه ويتبورب. هذه حاجه. والثانيه انا اليوم اخذت بثار عليه اللي ما نجمش ياخذه هو. تسمى شكبت عليه ولا لا؟ هذه فاتتني عارفي. هذاك هو ولا اعز ما عملت. خليه يعرف قدره ويستكوزه شد بلاصته. ايش قولك في عارفك؟ معلم عارف يا عمار معلم حبوب. تنساش قبل نصف النهار اللي تفهمنا فيه يتم. واضح عارفي تهلا. جاب أمه وجاء. ها فاطمة. أنا جيناك خاطبين راغبين في سعاد الخليفة والدي. أش قولك؟ ما في باليش. شنو؟ ما في باليش. شنو يا يام؟ ما قلت ليش نكذب. في باليش بيه كانك علي أنا يامي موافق. هي خليفة عدا ولدكم راهو. أي أي حتى أنا موافقة. أما خيتي الحقيقة نتاع ربي ما في باليش. شنو يامي؟ هاي زمن شعور الطفلة يا عيطلة. هاي لك أنت توافق ولا نوافق؟ عيطلة يا أم أسعى أسعى أسعى. هاجم يا ميش هاجم. خليفة جاب أمه وجاي أخت فهمتيني. سيدك موافق ونزادة موافق. أما بنيتي يزمنا اسمع رأيك. واش قلتي؟ واش قلتي؟ ها آه. أنا خليفة ما ناخذوش كي يقعد آخر راجل في الدنيا. عاد قاعد قاعد برا نمشيهم. قاعد استنى استنى نمشي نشوفها ونجي. استنى خليفة حاجتي أخلط عليا.
تمشيش حاجتي بيك. مش ثم حكيلي. حكيلي اش ثم. مش عملتي. مسالش حكيلي. شوف. انتي تعرف لي انتي اخويا. منعزك. بتصير لك حاجة نفديك بدمي. أما والله ورحمة بابا وراس فاطمة العزيزة الغالية تطلع غلط مع أختي سعاد نذبك. هاي رقبتي عم فيهاش تحب كان غلط معها. خليتيني مسخرة قدام الناس وشي اللي مخبي علي؟ سلختيني لو كان يسمع أخوك عملتي عمنا إلا ما يدفنك لهنا. اتكلمي شنو ولا عملتي؟ تتكلمي حلي فمك أخي مش نبقى نويك حلعتي ثغاية والله يا لو كان ما تتكلميش فمك ما نكسر هولك بالصفات متاعك فاهمة ولا ماكش فاهمة؟ تعالي جلقتك وتكلمي يا أمي خليني عندي ما نحكي معه. هذا صغير ما ناخذوش هذا خليفه ليش نعم دقدق لها قرايم. كلمتين خفيف نظاف تقولهم لي خليفة اش عملك؟ يعني بنت راجل خويا سيد رجال شكون يتجرى؟ مال علاش؟ هذيا حكاية خليفة في الدار هذي ما عادش نحب نسمع بها جملة. والراجل اللي باش نجيبه لك المره الجايه تاخذه وتسكر فمه. ما تبكيش ما تبكيش سمعتها علي وش قال لك ما تبكيش هاني معاك. هيا عايش لي بنتي هيا